ايش رايك بالخبير التحكيمي محمد فوده اللي في برنامج الدوري مع وليد؟ صراحة خلينا، أنا لان هذا المقطع ابغى يوصل له، وتحيه حقيقه له، يعني الكابتن محمد فوده. للأمانة بعيد عن دعم الحكم مرعي العواجلي، أنا كان اسم الحكم محمد فودة من أنا صغيرة كان دائما اسم لامع في حياتي من ناحية الرياضة الكرة المحلية وزي كذا. إنسان أشوفه كان يعني قدوة لي، من أكثر الناس اللي كنت أعرف يعني أسمائهم في نطاق التحكيم. تعرف الحكم مو دائما اسمه ظاهر زي أسماء اللاعبين، فأنا أشوف يعني حتى الآن المرحلة اللي هو فيها أنا أشوف أنه إنسان حقق نجاحات. بس وليد الله هديب أحيانا ما يعطيه وقتها، وليد الفراج، تحية طبعا لزميلنا وليد الفراج كذلك. أكيد طبعا، لكن إنسان يعني كان وما زال لي بصمته في عالم كرة القدم، وأحترمه جدا وأشوفه قدوة.